شاركتونا، فرحتونا، بعثتم الامل والبهجه في قلوبنا كلنا. حقيقه كل المساجين بيشكروكم على وجودكم معنا. بشكر على محبه الكنيسه، بشكر على محبه السجن وعلى معاملاته لينا احنا، وبقول لكل انسان مصري هنا كل سنه وانت طيب. النهارده طبعا احنا في يوم سعيد جدا ان احنا بنهني الاخوه المسيح بالعيد، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. انا باكد ليهم ان احنا بنحيا حياة طيبة في ظل تلاحم ما بين طوائف الشعب المصري، مسلميه ومسيحيين. يعطى عنا خلاصا وفرنا خطايا حياة ابديا ما تؤمنوا. آمن 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 ان هذا هو بالحقيقة امين.